كما أشار الزعيم صالح إلى أن داعش هو نفسه حركة الإخوان المسلمين الداعمين للإرهاب والمنافذين له، وفي جميعهم عناصر إرهابية في العالم. حركة الإخوان المسلمين في العالم كلها أعداء، أعداء التقدم وأعداء الاقتصاد وأعداء السياسة، أعداء هم عناصر إرهابية في العالم. الإخوان المسلمين؟ أكيد، هذا الإخوان المسلمين هذه حركة خطيرة من أخطر الحركات في العالم، يريدوا أن يقوموا الدولة الإسلامية، والآن حولوها إلى داعش. أي داعش؟ وأنتم أنتم داعش، أنتم تنظيم القاعدة، هي حركة الإخوان المسلمين. وأكد الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح أن حركة الإخوان ملعومة من الولايات المتحدة منذ تاريخ طويل. إخوان المسلمين لعلمك ولعلم المشاهد ولعلم الذي ما يعلم مدعومين أمريكيا. لماذا هذا الإيذاء للإخوان المسلمين؟ أنا مصر عليها، لأنهم هم الآفة، هم مصائب الشعوب، حركة الإخوان المسلمين دعموا أمريكيا، وأنا كنت على رأس السلطة واستلمت تعليمات من الأمريكان ادعم حركة الإخوان المسلمين وأن يتحركوا إلى أفغانستان لمواجهة الغزو السوفيتي. هذا كلام مش زيف ولا كذب، هذا مراسلات بيننا وبين الأمريكان. ولفت الزعيم علي عبد الله صالح إلى العمليات الأخيرة التي حدثت في عدن، إلى أن الفرهادي يتحمل كامل المسؤولية لتلك الأحداث، ويتحمل مسؤولية قتل الإماراتيين سواء في مارب أو في عدن. للأسف الشديد ما حدث عمل إرهابي في عدن، ولكن كانوا حتى مش متأكدين، الإعلام للإماراتي ولا الخليجي ولا الدولي كانوا يقولوا هي صواريخ تشكى. صحيح، وكل الإعلام صواريخ تشكى. احنا فوجئنا انه في صواريخ تشكى اطلقت. طيب، يتضح بالامر انه عمل ارهابي بعناصر عناصر من داعش، اعلنوا وطلعت صورهم وبالعربات المدرعات. العربات المدرعات هذه معهم هي من الذي دعمهم، هادي دعم داعش ضد تواجد الحوثي والوحدات العسكريه في عدن. هادي يتحمل كامل المسؤوليه، ويتحمل مسؤوليه القتلى الاماراتيين سواء في مارب او في عدن. هذا يتحملها هادي نفسه. هذا هو مستهدف من هذه العمليات؟ لا، مش مستهدف، هو ذي جابهم. هم كانوا محاصرين في ابين ومحاصرين في حضرموت، هو دخلهم لمواجهه الحوثيين والمواجهة ما يسمى بقوات صالح. ما عند علي عبد الله صالح قوات، لو كان عنده قوات ما خرج، وعارف ما بيخرج.